והיה, אם שמוע תשמעו אל מצוותיי. מרחבן אל חנן, מה הדי לאוגניה ג'מילה? أنا أمارس قراءة التوراة للتلاوة في الكنيسة يوم السبت، ولذلك أحتاج إلى التحضير. التوراة هي الكتاب المقدس صحيح؟ أخبرني عنه. كلمة توراة تعني التدريس بالعبرية، وتشير إلى الكتب الخمسة التي سلمها الله للنبي موسى على جبل سيناء. التوراة هي الجزء الأول من الكتاب المقدس اليهودي المعروف بالعبرية بالاختصار تناخ، والذي يحتوي أيضاً على كتب النبوة وكتب مقدسة أخرى مثل المزامير. متى أنزل تعالى التوراة على موسى عليه السلام؟ وفقاً لسفر الخروج، 3 أشهر بعد خروجهم من مصر، طلب الله من بني إسرائيل التجمع عند سفح جبل في الصحراء سيناء وتطهير أنفسهم. بعد 3 أيام ظهرت سحابة ثقيلة على الجبل، وفوقه برق ورعد، وسمع الصوت البوق عال في الصحراء. قصة مألوفة نوعا ما. فعلا أصيب بنو إسرائيل بالدهشة، لكن موسى صعد إلى الضباب وقضى 40 يوما و40 ليلة مع الله. عندما نزل إلى الشعب كان يحمل لوحي حجر معروفين بالتوراة باسم لوحي العهد أو الشهادة. احتوى اللوحين على 10 وصايا كتبها الله، ينظر إليها غالباً على أنها جوهر الإيمان اليهودي. قصة سيدنا موسى وردت أيضاً في القرآن، في اليهودية 10 وصايا فقط؟ كلا، عدد الوصايا المألوف 613 وصية، بما في ذلك 248 وصية إيجابية أو فرائض، و365 وصية سلبية أو تحريم. واو، بالنجاح. القرآن يبدأ بالسور الأطول وينتهي بالسور الأقصر، والتوراة؟ التوراة تتقدم زمنياً، بدءاً من خلق العالم في سفر التكوين، وانتهاءاً بوفاة النبي موسى في نهاية سفر التثنية قبل دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة. لكن هذا ليس كل شيء. وفقاً لأعرافنا، بالإضافة إلى التوراة المكتوبة، تلقى النبي موسى عليه السلام أيضاً مبادئ تفسيرها. تعرف هذه المبادئ باسم التوراة الشفهية، والتي نقلت شفهياً أباً عن جد حتى تم تدوينها في 6 مجلدات تعرف بالمشناء حوالي 200 ميلادي في أرض إسرائيل. المشناء كالحديث؟ تماماً. لما يقارب 300 عام واصل العلماء في المدارس الدينية في بابل وأرض إسرائيل مناقشة وتحليل قوانين المشناء. أخيراً تم تدوين محاضر هذه المناقشات باللغة الآرامية في عمل يسمى التلمود، أي تعليم. يعني التلمود مبدئياً هو قائمة طويلة من القوانين. ليس فقط، ويحتوي أيضاً على الكثير من القصص والأساطير الرائعة، مثل قصة حخام جعل جدران المدرسة تنحني والمياه الجارية تتدفق للخلف فقط ليثبت أنه على الصواب في الجدال مع زملائه. رائع. التلمود مليء بالمعجزات، لكن قيل لنا ألا نعتمد عليها، لذلك من الأفضل أن أعود إلى دراستي، وإلا فلن أكون مستعداً بأي حال من الأحوال. باي باي سوها.